السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة. الفيديو هيكون سريع قصير مكير، هنراجع فيه كل العملات اللي نصحنا بيها على جروب التليجرام الكام يوم اللي فاتوا، والحمد لله عملوا من 20 لـ80% مكسب. هنراجعهم مع بعض النهاردة في الجزء الأول من الفيديو. في الجزء الثاني هنتكلم عن شوية المشاريع اللي اتكلمنا عنها الأسبوعين 3 اللي فاتوا، وإيه اللي لازم تدخله دلوقتي وإيه اللي ممكن يستنى شوية. فضلك لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك دلوقتي، زر اللايك بيشجعنا، شارك رأيك معانا في كومنت. القناة دي دايما بتبقى أول قناة باللغة العربية بتتكلم عن المشاريع الجديدة، فلو أنت مهتم بالعملات الرقمية هيكون فايدة كبيرة جدا ليك ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد اللي بننزله. 10 ثواني ونبدأ الجزء الأول من الفيديو بتاعنا. ورجعت لكم على طول عشان نتكلم عن شوية العملات اللي نصحنا بيهم الأسبوع اللي فات. نصحنا بأربع عملات. أول عملة كانت جسمي. جسمي عملة زي ما وضحنا على التليجرام ووضحنا في الفيديو اللي عملناه امبارح، هي عملة مركونة بقالها أكتر من 10 11 شهر، كل المنصات بتحذر من التعامل عليها، بس غامرنا ودخلنا فيها أول امبارح، وعملت خلال امبارح والنهاردة 80% ربح، ولسه مكملين معاها ان شاء الله. العملة اللي دخلنا فيها امبارح بالليل كانت عملة الزلكة، ولحد دلوقتي عاملة 20% تقريبا. العملة اللي نصحنا بيها من اسبوع كانت عملة اللوبرينج LRC، وبرضو لحد دلوقتي عاملة 20% ربح ولسه مكملين فيها. العملة الأخيرة عملة كاسبا، وزي ما عملنا فيديو للتعدين والاستثمار فيها، أنا الحمد لله زودت رصيدي فيها كمان بقى، يعني كنت شاري ب 0.1 BNB، كانوا حوالي 200 قطعة كاسبا، رفعتهم لـ1000 كاسبا، وهعمل لهم هولد لحد التارجت بتاعي في كاسبا هيبقى $1.30، مش هبيع قبل كده. لو انت حابب تنضم للعيلة بتاعتنا على التليجرام وتسمع التوصيات اول باول، بس اعيد ارجع واعيد، احنا التوصيات بتاعتنا مش نصيحة استثمارية، انت بنديك هنت عن عملة تخش تبص عليها، وبعد كده انت اللي تقرر تدخل ولا لا، وتتحمل مسؤولية القرار بتاعك سواء كان مكسب ولا خسارة. انا فترة طويلة قوي كنت بخاف اخش اوصي بعملات عشان لو حصل والعملة نزلت ما يبقاش بسببي، لكن في كذا حد طلب مني اعمل كده، فأنا بحب أوضح إن أنا بوصي بعملة أو أنا بشوف عملة بدخل فيها على التليجرام، بنزل لك إن أنا دخلت وبحط لك كمان صورة لإثبات إن أنا دخلت فيها، وبعد كده قرار الدخول من عدمه أنت اللي بتاخده وأنت اللي بتتحمل مسؤوليته سواء بالمكسب أو بالخسارة. لو حابب تنضم لينا جروب التليجرام موجود في صندوق الوصف، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل ما نعمل فيديو على عملة جديدة أو عملة فيها فرصة ربح يوصلك إشعار، وتبقى مع الجروب بتاعنا اللي بيستفاد من التوصيات اللي لحد دلوقتي الحمد لله مفيش ولا واحدة فيهم جلت. حط في حسابك إن العملة لما بنوصي بيها وبنقول إحنا هنستمر استثمار، العملة ممكن تطلع وممكن تنزل، ممكن تطلع وممكن تنزل، بس في الآخر المفروض توصل للهدف بتاعنا إن شاء الله. 10 ثواني ونبتدي نتكلم عن المشاريع اللي وصينا بيها خلال الكام أسبوع اللي فاتوا. خليك معايا متروحش في الحتة.
ورجعنا على طول في الجزء الأخير من فيديو النهاردة، نراجع 3 4 مشاريع اتكلمنا عليهم، وبنصحك ضروري جدا إن أنت تدخل فيهم لو أنت اقتنعت بيهم. أول مشروع اللي أنا جربته بنفسي وحققت منه أرباح هايلة هو موضوع تعدين كرانك. كرانك أنا تقريبا سحبت منه مبالغ حلوة. أنا مشغل 5 أجهزة، سحبت منه مبالغ حلوة وتعدينه كويس. زي ما عملت لكم فيديو قبل كده، تعدين لمدة شهر. فأنا حوريك هنا دلوقتي، ده 90 يوم. دي مش 90 يوم، دي يعني احنا عدلنا حوالي شهرين. جهاز واحد جاب $57، حوالي $60 في شهرين. $60 وانا عندي 5 أجهزة، يعني الكرانك انا الشهرين اللي فاتوا اقل من شهرين، ما كملناش لسه شهرين، جبت منه حوالي $300 بعملة قديمة. ده أول مشروع بنصحك جدا إذا كنت اقتنعت بيه وعندك جهاز هيليوم إن أنت فورا تخش فيه. الفيديوهات بتاعت كرانك موجودة، إزاي تحول كل جهاز من الأجهزة، كل نوع من أجهزة الهيليوم تخليه تحوله يعدن كرانك مع الهيليوم. هتلاقي الفيديوهات موجودة في القناة بتاعتي. لو انت عندك اي جهاز خش شوف ازاي تحول جهازك وازاي تشتري الرخصة، وهتلاقي برضو كود ورابط في صندوق الوصف بيديك خصم على ثمن الرخصة عشان تبتدي تعدل. ده اول مشروع. المشروع التاني اللي بنصحك بيه لو انت كنت عايش في اوروبا وعربيتك موديلها فوق ال 2008، فانت فورا تخش تعدن تشتري جهاز ديمو. الديمو باي سعره حوالي $300، وهنا مديني العملة بالجريفنا عشان الشبكة بتاعتي اوكرانيا، وحوريك ازاي انا دلوقتي على الشبكة بتاعتي محولة على اوكرانيا. بنصحك لو انت في اوروبا ومعاك عربية فوق ال 2008 فورا تشتري جهاز من الاتنين دول على حسب مقدرتك. وبرضه هتلاقي رابط في صندوق الوصف بيديك خصم 10% على اي جهاز من دول هتشتريه. لو انت عايش في اي حتة غير اوروبا فأنا وعربيتك قبل 2008، فأنا بنصحك فورا وبسرعة تشتري السور تشين موتوز. معاك لحد نص شهر 3، بعيد، معاك لحد نص شهر 3. أي جهاز هيتشرى من سور تشين هيجيلك معاه شهادة إن أنت ليك حق في الإير دروب اللي هيعملوه أول ما المينت تشتغل في شهر 4. بس ده مش معناه تستنى لآخر شهر 3 وتشتريه، وهقولك ليه. الجهاز بياخد وقت على ما يوصلك. لو أنت اشتريته النهارده والجهاز جالك بعد أسبوع، بعد 10 أيام من بدء تشغيل المينت، سعر التوكن بتاعهم هيبقى لسه عالي، غير لما ناس كتير تستلم اجهزتها، تستلم الاير دروب وتبتدي تصرف الاير دروب التوكنز اللي جات لها باي سعر، سعر العمله هينزل شويه، فانت هتضطر تستنى فتره اطول لحد ما سعر التوكن يرجع يرفع تاني. توقع ان الاير دروب ممكن يغطي لك ثمن الجهاز او يزيد. ده توقع، انا لسه ما اعرفش العملة هتنزل بكام ولا هيبقى ظروفها ايه، بس انا متوقع ان لو اشتريت الجهاز قبل ما المين نت تشتغل
وجالك السيرتيفيكيت ان انت ليك حق في الاير دروب، فانت الاير دروب اللي هينزل لك تقريبا ممكن يغطي ثمن الجهاز وممكن يبقى اكتر، فدي مسألة حظ. بنصحك فورا لو عندك المقدرة ومقتنع تشتري الموتوز ميني بسرعة. وهم برضو عندهم جهاز اسمه موتوز باي. الموتوز باي ده للموتوسيكل اهو، الموتوز بي اسف، ده للموتوسيكلات وبنفس سعر البني. يعني حتى لو انت عندك موتوسيكل تقدر تشتري الموتوز بي، وهو نفس الحكايه. هينزل لو اشتريته قبل المين نت هيبقى ليك حق في الاير دروب. تالت حاجه الكاسبه. الكاسبه المشروع ده مجنني. يعني انتوا فاكرين في الفيديو اللي عملناه عن الكاسبه انا دخلت اشتريت كاسبه ب 0.1 بي ان بي. انا دخلت تاني واشتريت كاسبه، حطيت في محفظتي 1064 كاسبه وهشيلهم. انا دول تقريبا اشتريتهم بحوالي كده 200 دولار 200 يو اس دي تي، اقل من 200 يو اس دي تي. وهستنى الكاسبه لحد ما توصل لدولار ونص، فدول هيبقى ثمنهم 1500 دولار. انا مش هبيع قبل كده. استخدمت ايه عشان اشتري؟ زي ما شفنا في الفيديو استخدمت سيمبل سواب، وبرده هتلاقي كود يديك رسوم اقل ويديك كاش باك اعلى بتوكن سواب. اخر مشروع هنتكلم عليه النهارده، انا برجع افكرك عشان ما تقولوا ان انا ما قلتش، الموتو الجهاز هيعمل حوالي 90 دولار واصل لك لحد البيت، احتمال الاير دروب يغطي لك ثمنه. اللهم بلغت اللهم فشت. وبرضه هتلاقي كود في الديسكريبشن يديك 10% خصم. اخر حاجه، انتوا فاكرين ان انا قلت لكم ان الميتا ماسك بتاعتي اتشطبت؟ ليه هنا اسعار الحاجه كلها بتديني بالجريفنا بالاوكراني؟ لان انا شغلت ال في بي ان بتاع الدي بي ان بتاع ديبر كونكت، انا ما كنتش مشغله. انا عملت ستيك فيه، رفعت الكريدت بتاعي ل 256، حطيت فيه تقريبا حوالي 10000 توكن. اياميها ال 10000 توكن دول كانوا عاملين 100 دولار. وشغلت جهازي المود بتاعي فول روت، محوله على اوكرانيا. يعني انا دلوقتي الجهاز بتاعي، انا النت بتاعي شغال من اوكرانيا، كل حاجه شغاله من اوكرانيا. الحاجه الثانيه اللي استفدتها، قلت لكم في فيديوهات سابقه ان انا بعمل كورسات سايبر سيكيورتي وبشتري كورسات اذاكرها واخد فيها شهادات من يوديمي من كورسيرا. انا اشتريت كورس، دورت على النت لقيت ان يوديمي بتدي اسعار مخفضه لتركيا، فدخلت على الديبر كونكت عملت كده، دخلت على التانلز دورت على اوروبا. فين اوروبا؟ تركي. هم حاطين تركيا فين؟ انا كنت ضايفها لما عملت الحساب. تركي اد. لو انا جيت في المود هنا وحولت دي على تركيا ودوست اوكي ودخلت عملت حساب على يوديمي مثلا،
اشتريت كورس تمنه 109 دولار، 109 يورو، اشتريته ب3.5 يورو من على يوديمي. لو انت عندك جهاز ديبر كونكت جرب. انا هنا في اوروبا عشان اعمل اشتراك في واتشت، الاشتراك في الشهر بحوالي 8 دولار، في مصر بحوالي 60 جنيه، يعني ما كملش دولار واحد. بقوم داخل هنا محول نفسي على مصر، عامل حساب واشترك فيه. اليوتيوب البرايم في اوروبا في الاشتراك في الشهر 8 او من 8 ل 12 يورو مش فاكر. انا عامل البرايم بتاعي، دخلت اوكرانيا عملت حساب يوتيوب، عملت برايم ب 90 جريفنا، 90 جريفنا يعني دولار ونص. ف غير ان الديبر نتورك والجهاز بتاع الديبر نتورك بيأمن لك الشبكة بتاعتك. وهحط لك فين؟ هنا صورة دلوقتي اوريك السيت اب بتاعي انا عامله ازاي، عشان الديبر بيأثر على اجهزة التعدين بتاعة الهيليوم. فانا هوريك السيت اب بتاعي انا عامله ازاي عشان ما يأثرش على الهيليوم، وفي نفس الوقت الكمبيوتر والتليفونات بتاعتي تبقى معمول لها انكريبشن ومتأمنة، فما ما يتهكش عندي اي حاجة في الجهاز تاني. هحط لك الصورة هنا دلوقتي، هتشوف السيت اب بتاعي. ادي شرح للسيت اب بتاعي. ده الراوتر الرئيسي. انا عندي هنا الانترنت بتاعي LTE او 5G بسيم كارد. بس حتى لو انت الانترنت بتاعك عادي بكابل، هتجيب الراوتر الاساسي هنا. انا الراوتر ده فيه السيم كارد، او هدخل فيه الكابل اللي جاي بالنت لو انا عندي دي اس ال عادي. هاخد منه كابل هدخله على الان بتاع جهاز الديبر نتورك، وهاخد كابل من الديبر نتورك اديه للراوتر التاني اللي هعمله اكسس بوينت. كل اجهزة الهيليوم بتاعي مربوطة بالواي فاي على ده، يبقى كده اجهزة الهيليوم واخدة نت طبيعي، ملوش دعوة بالسيكيوريتي وملوش دعوة بالدي بي ار ميني اللي انا مركبه. من الجهاز ده واخد كابل الكمبيوتر، وفي نفس الوقت دي اكسس بوينت فيها واي فاي. تليفوناتي كلها وكل الاجهزة اللي موجودة عندي مربوطة على الجهاز ده. يبقى بكده اجهزة تعدين الهيليوم والكرانك واخدة طبيعي من اول راوتر. ده السكيورتي طالع مدي لاكسس بوينت. كل اجهزتي العادية بقى مربوطة على الاكسس بوينت دي، ومحمية بالتشفير بتاع ديبر نتورك. يا رب تكون عجبتكم. وبرضو هحط لك رابط للشوب بتاع ديبر نتورك، وهحط لك كود خصم يديك 5% على اي جهاز تشتريه. هم منزلين اجهزة كتير جديدة. في منها الرخيص وفي منها الغالي، كل جهاز ليه استخدام يعني. ده جهاز، ده التاني، ده التالت. الديبر البيكو ده جهاز تاخده معاك وانت ماشي، توصله باللابتوب يديك واي فاي. هنعمل حلقة مخصوصة، هنعمل فيديو مخصوص عن الديبر نتورك، و هشرح لك كل الحاجات دي وازاي تختار جهازك قريب ان شاء الله. انا خلصت الفيديو بتاعي. اللي ما اشترك معانا على جروب التليجرام خد نصايح الاسبوع اللي فات، عمل منها من 20 ل 80% في التداول في العملات الرقمية. انا كنت بخاف ادخل في الكاتيجوري ده، بس ربك يستر.
بخاف ادي لحد نصيحة اقول له اشتري التوكن ده او العملة دي وبعد كده ما تكسبش معاه، بس بفضل ربنا الاسبوع اللي فات عملة زي جاسمي مرمية في صندوق الزبالة بقالها اكتر من 10 شهور، كل المنصات بتقول عليها ان هي عملة خطرة وبتحذرك تدخل فيها. انا دخلت وفي ناس اقتنعت بكلامي ودخلت معايا، في 3 ايام عملنا 80% مكسب ولسه مكملين فيها. لو حابب تنضم للعيلة بتاعتنا تسمع التوصيات بتاعتنا المشاريع الجديدة بالعربي وشرحها، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو، ولايك الفيديو عشان نقدر نكمل، وشير الفيديو في اي حتة تقدر عليها يبقى كتر خيرك. واي سؤال عندك هتلاقي يا اما تكتبهولي في كومنت، يا اما عندك جروب التليجرام، يا اما عندك البيج بتاعت الفيسبوك، اي مكان من الثلاثة دول اكتب لي فيه هتلاقيني برد عليك. الجروب بتاع التليجرام ما شاء الله في ناس محترمة، ناس فاهمة، فحتى لو انا ما ردتش هتلاقي كذا حد تاني يرد عليك. كده انا خلصت، اشوفك في الفيديو الجاي على خير ومع السلامة.